شداب داب شنو يا كابوس يا اخي؟ يا كابوس انا عندي فضل عليك. امبارح انت لما قلت لك قلم زلقت انا ما انغصتك، انغصتك منه. انا منغص اصوله لا مد ولا اصوله فصله يا اخي. بعدين ليش انت رابط راسك بالبناية دي بتطرحها كده؟ مالك يا زلمه؟ امبارح مشيت عملت لقاح الكورونا ده، عمل لي صداع في راسنا. ايوه جتني لك الكلام بتاعي، جتني لك الكلام بتاعي، لانه اللقاح ده عنده اعراض جانبيه واعراض خفيفه جدا، يعني ممكن تجيك حمى خفيفه، ممكن تجيك صداع. لكن انا محتار يا كابوس، كابوس يطلع لياختك فول يا كابوس، ما المفروض تجيك اعراض ذاته؟ انا مستغرب ذاته الصداع جاي كيف ذاته يا كابو إناي. يا حاج ما تعترم نفسك يا حاج، انت زول كبير ما تعترم نفسك يا اخي. ايوه كده انت غلطت غلط كبير جدا. اول حاجه نزل كراعك دي، نزل كراعك، وانت غلطان غلطه كبيره شديد، وانا بحسب من واحد لثلاثه. تفتح بس لو ما فتحت تبقى اوديك جنازه. كذابه عرس عديل يبادر لكن مو معليش. شو بكون عبد الله؟ بص عبد الله غشيت مين ما عرس يمرته بقى مصاحب ليك الهادي ده. يا حليل المسكينه والله العظيم واولاده غشيتهم عليه من الرجال يا زاو. ماشي قد اسمي دقيقة برجع عليك. تعالي هنا ماشي وين؟ ماشي وين انت؟ يعني ماشي وين؟ ما قالوا تطعيم مجان وانا ماشي اطعم. غب عليك تطعمي؟ تطعمي كيف يعني؟ انت ما سامع اقول لك التطعيم ده بيجيب امراض، وامراض القلب والذبحة والجلطة وما بعرف شنو. قالوا بيجيب امراض كثيرة وبعدين خطر. الدكاترة قالوا ما تطعموا. وانا ما كلمتك؟ مش الموضوع ده كله كده طلع اشاعات؟ كيف يعني؟ سمى صاحبتي الدكتورة قالت انه الموضوع ده كله اشاعات، كل مرة قاعدة تنزل منشور بالكلام. سمر ذاتها قالت الموضوع ده اشاعات؟ معناته اشاعات؟ خلاص يا زول امشي واحجزي لين ذاتها بيجي الطعام بكرة. خلاص مش بالحجز؟ تمام. على غايته خلق الله؟ يعني اشاعات؟ يعني سمية دي؟ اي سمية اسمعي، تاني من يوم الليلة لا بيني لا بينك. اي يا اختي شبكاني اشاعات وتنزل لي في المنشور وتعالي وشوفي ده وشوفي ده، وهنا دارين انا نقعد ما نطعم يعني نموت يعني كورونا تقتلنا؟ ما هذا قالوا في تطعيم، والتطعيم ده بيقلل الهناي ده يعني بينقذ الناس. انت دارينا نموت نحن وتنشري في الاشاعات ثاني؟ بس يا زول كلمتك اقطع على اختي بكم ثاني زول بتاعت اشاعات ما داري مع علاقه. ناس بتاع الشمارات واشاعات. علوية يا شرمة يا اخي انت من زمان ما الناس بيقروا في الجرايد؟ ما انا اسوي شنو يا شرمة؟ يا اخي يا اخي الناس علوية بروف العجب ده عذب الناس عذاب. ماله بروف العجب؟ انت ما عارف نظامه؟ يا اخي انت مالك ماله؟ بيتكلم عن التلقيح، بيتكلم عن الكورونا، ده حاجة ما بتشملنا يا شرمة. قال لك مليون علوية، قال لك منو ما بيشمل كوات عربية. التطعيم ده بيشمل أي زول، كبير صغير شاب شابة مرأة راجل شين سمح. والله أنتوا شفتوا أنتوا جوزة لو طعمت ساتوا ما بيمشي فيكم، لو طعمتوا ما بيمشي فيكم، لأن أجساد تولي ذاتها مضادة. عجب 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 في حرب المرض الكعب. عجب 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 عجب.
في حرب المرض الكعب.